كده عن بعض، اطلع نط مع نط مع نط مع نط مع نط اهو بعد. ايوه بس هلا كمل كمل. بهاء هوب كمان عالي اعلى 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 فوق. حرك حالة خلطوم خلطوم الشباب كمان انتوا جنابي هوب عالي وجهك عليه وجهك عليه يا شهاب وجهك عليه عالي عالي شباب عالي اطلع 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 على الكورنر على الكورنر اطلع 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 طلع علي انت على الكورنر هوب هوب فرقني عبرو سلموا دائما سلموا على الحكم بعدين كملوا. نجاح 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 يلا. المدرب ميخا دكور اليوم في مباراه لاولاد باء او يلدين بيت فصوطه، اول دوري اول مباراه تقام على ملعب فصوطه. ممكن تحكي لك شعورك شوي، كلمه للاهالي، كلمه لكل القائمين على هذا المشروع. طبعا بعد عدة سنين حوالي 15 سنة في السلطة أول مرة في قائم يقيم فرق الدوري يشترك بدوري إسرائيلي على صعيد البلد القرية أول سنة من أول سنة جداد. السلطة صار لها فترة مش داخلة بالدوري وإحنا هذا الفريق عم نبنيه من جديد. كوادر كلها محلية، كل أولاد في السلطة مش حدا من برا تقريبا. وبتأمل إنه إحنا طبيعي مرحلة إحنا نبني الفريق، هاي بناية فريق طبيعي، رح مش كل شيء إحنا كثير لأنا صعوبة إنه إحنا نبني الفريق. بس نشكر طبعا الجمعية، في جمعية جديدة في السلطة هي اللي قامت مسؤولة عن كرة القدم في السلطة، جمعية مسؤولة عنها في السلطة شباب في السلطة بطبيعي من إدارة المجلس المحلي اللي هو مسؤول عنها كمان بدعم المجلس المحلي وبتعاون كامل من أهل البلد، كل أهل البلد تعاونوا إنه بدنا نقيم فريق في السلطة وأصروا بالفعل الحمد لله إحنا هسه مرحلة كثير منيحة. اليوم أول لعبة في السلطة طبيعي الملعب ما كانش جاهز لعبة الدوري، بس الجمعة اللي قلطت الملعب جاهز وكل شيء حسب بيقولوا حسب كيف لازم يمشي، واليوم أول لعبة مع دوري. شو التطلعات للمستقبل؟ هاي الفرقة كم مرة هاي الفرقة طبعا هي الفرقة الوحيدة المسجلة بالدوري. الفرقة الوحيدة هي لدين بيت يعني ولاد بيت في السلطة أول سنة بعدها سنة تأمل. إحنا عندنا كثير تطلعات في السلطة، عندنا طبيعي مدرسة كرة القدم اللي فيها 100 ولد 100 طالب في السلطة بضمن ينضموا لقدام رح ينضموا لهيك بده يطلعوا كمان يكملوا بالدوري. وبعدين احنا هذول اللي رح يكونوا طبعا السنه الجايه لديم الف طبعا بكملوا لديم الف بعدين عارف بيمن نوعر بنتامل نكمل نوصل لفريق في السلطة ونوصل لاعلى مراتب يعني. يعني الهدف بناء قاعده بالضبط احنا الهدف سليمه بناء قاعده من اولاد في السلطة اللي هن يشتركوا ويشاركوا ويحسوا شو يعني دوري. يعني احنا كنا بعاد كثير كثير هاي السنين كلها كان يسمعوا سمعه ما كانش يشوفوا ولا يلعبوا، بس العكس انا كثير مبسوط بيهمنيش النتيجه، بالعكس انا بيهمني ان الاولاد تنصر تشترك ويعرفوا شو معنى دوري، هاي اهم شغله بالنسبه لي انا. بتامل انه كمان اليوم كان حسن ظن الاهالي والجمهور والاولاد وكمان نطلع نتيجه، بالعكس انا كمان بدي اياهم يطلعوا نتيجه او ملعب بروح بفصل بالنجاح ان شاء الله. شكرا.